أخرى في تلك القضية. نقابة للأطباء تحاول تقنين زراعة الأعضاء للحد من تلك التجارة. ثم أنا ليس لي سلطة على الشمسار واللي بيبيع واللي بيصعد واللي بيروح واللي بيعمل. ودولة لا تبدي حماسا أو حثما في تصديها لتلك التجارة. أنت مش حاطط إطار قانوني وبالتالي من حق الناس تشتغل برا القانون. ورجال دين لا يعارضون نقل الأعضاء وإنما يحاولون طرح حلول أخلاقية. المعركة بين الأطباء بعضهم وبعض وليس بين الأطباء ورجال الدين. المسيحية لا تعارض في نقل الأعضاء وزراعة الأعضاء من حي إلى حي أو من ميت حديثا إلى حي. الأطباء يجرون تلك العمليات في مستشفيات خاصة. المهني الذي يحترم مهنته وظيفته تبدأ مع متبرع ومريض قدامه ويبتدي تنفيذ. ما قبل ذلك لا لنا دواية به ولا نتدخل فيه ولا لنا دعوة به. ومجتمع مدني يحاول لملمة جراح من باع أعضاءه عوزا ثم أفاق على ندم. تقريبا كل المتبرعين بأعضائهم أو البائعين بعد العملية بيهملوا. ما احنا غنى بيجدرنا احنا بنكمل المتابعات الصحية دي أو بنبتديها إذا مكنتش موجودة. وأطباء يرفضون نقل أعضاء حديثي الوفاة لأسباب في رأيهم أخلاقية. هذا شخص يموت فهل يجوز الاعتداء عليه؟ هذا جانب أخلاقي. أطباء آخرون على العكس يرون في أعضاء حديثي الوفاة حلا لمشكلة عدد كبير من المرضى لا يجدون متبرعا حيا مناسبا. مريض جزع المخ ما نقولش عليه مريض بقى يبقى يكون ميت. ميت جزع المخ الأفضل ان احنا ناخد أعضاءه وينتفع بها آخرين. ربنا بيقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم طرف آخر يراقب اشتباك تلك الأطراف. مثقفون يعتبرون الاتجار في أعضاء البشر عرضا لا مرضا لأزمة أكبر تمر بها مصر. الانفصال اللي كان في مصر ما بين أقلية ضيقة جدا في ديها معظم الثروة وأغلبية واسعة جدا لا تجد الكفاف وعايشة في فقر مدقع هو اللي عامل هذه الأزمة. طوفان الفقر جاي سريع والناس خلاص بتبيع وتضيع حتى البشر بالحياة للبيع. يا مصر ايه اللي دارالك يا مصر مالك بجمالك ايه اللي صادق جرالك ايه اللي غير احوالك يا مصر ايه اللي من يبيعون أعضاءهم متشابهة فكلهم فقراء عاطلون عن العمل أحيانا وقليل الحظ غالبا من الوعي والتعليم والقدرات المهنية. كلهم يسكنون مناطق متشابهة في افتقارها للخدمات الأساسية في الريف أو في أطراف المدن الكبرى. وكلهم تبدأ حكاياتهم بوصف ضائقة مالية خانقة أربكت حياتهم قبيل البدء بالخطوة الأولى على درب بيع أعضائهم. خلصت دبلوم ودخلت الجيش خلصت وخرجت اشتغلت مهنتي واقفة على عربية فوقي. فالحياة بقت صعبة والحياة بقت تغلى وقررت ان انا اخطب او اتجوز. لقيت ان المهنة نفسها مش جايبة معايا يعني 25 جنيه في اليوم. تشتغل في كافتيريا فكنا قاعدين في الشقة قانون جديد كان بتلتمية جنيه في الشهر وطبعا كل سنة لازم العقد يتجدد عشان ندفع زي فلوس زيادة. كنت شغال برضو في شغلانة دي لعب الأطفال وبعدين جيت أنا اتزنقت في مبلغ يعني حاجة جايبها بالقسط يعني البيت يعني. انا كنت مكانت معدات تقيلة وجينا الظروف تقلب معايا ومع والدتي ومع اخواتي. فكان في معرض سلع معمرة للاجهزة الكهربائية اللي ما بيدفعوش مقدمنا. راح اخويا من ضمن الناس هو والدتي خدوا حاجات
جبت على محتاجين ضمان. رحت انا ضمنت وجيني لقينا بقى المبالغ يعني اللي ضامنين اللي مضيين عليها مش هي اللي تتحصل. يعني كان 3000 عامل عندي 10000. اشتغلت في بيوت كتير بس مش كتير قرش. يعني كان يوميا اليوميه كانت بتعمل 25 جنيه. 25 جنيه هيسدوا اجره ولا ياكلوا عيال ولا يفتحوا بيت ولا يعملوا ايه؟ مش هيعملوا حاجه. انا لما جيت القاهره انا كنت شغال في كل حاجه، كنت بطلع زلط وبطلع رمل وبنضف عربيات واغسل عماير وسجاجيد. وكما ضاقت السبل امام هؤلاء ماديا، هناك اخرون ضاقت امامهم صحيا، فشلت اكبادهم او كلاهم او غيرها في اداء وظائفها، وباتوا مهددين بالموت ان لم يجدوا لها بديلا. انا جالي سخونية وبعدين حرست بالحميات تاني حمى وطلعت من الحميات تعبت تاني، رحت للدكتور عندنا بقى مشيت وياه سنه ونص اتعالج اخد علاج يعني عشان ايه، فجت في النهايه لقيت العيل بتاع الكرياتين عالي قوي. بعاني موضوع الكلى ده من زمان وانا صغير، يعني كان بس كان بصوره بسيطه خالص ما كانش فيها اي شكوى. يعني من حوالي 4-5 سنين ابتدت العمليه تزيد شويه، ابتديت اعمل تشيك اب، ابتدى يعني لاحظت ان التحاليل بتاعتي خاصه بالكلى ابتدت تعلى قوي. عملت تحاليل من 3 سنين وطلع في التحاليل انه في فيروس سي، وبعد كده عمل بقى بقيه الانفكشنز بينت انه في ابتدى يبقى في تليف وابتدى يبقى في